يا اهلا وسهلا من جديد. 10:17 ان شاء الله تكونوا بخير. سيسون رواحكم اللي شادين تسريق. باش نبدا معاكم بمقوله فيها ولا الحصه تقول لا تقترب حد الاحتراق ولا حد الاحتراق فوالا. ولا خلي الكاتشي تفسرها اكثر. خليها هي تحكي لنا عليها اكثر. في عيش حره. عيش حره. بلاش نبدا معكم هكا مقولة مؤثرة يا أخي. المقولة قلبتها هي مقولة تقول لا تقترب حد الاحتراق ولا تبتعد حد الافتراق. إن شاء الله كنتش قلتها صحيحة المرة هذه. صحيحة. صباحك نور. ما شنو أحوالك؟ صباح الورد. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. كنتش بسمة اليحيوي باش شاركنا في الحوار اليوم. باش نحكيو على مسافة الأمان اللي لازمها تكون موجودة. لازم نقولوا اليوم لازمك تكون مكشوف وقريب للأشخاص الكل باش تكون علاقتك ناجحة معاه. بطبيعة الحال. اللي يقول مسافة أمان أنا باش نتصورها لك بحاجة سامبل ياسر. كي تبدا شادة كهرباء يقول لك فما اون ديستونس دو سيكيوريتي ولا لا؟ هكاك بالضبط مسافة الأمان مع الآخرين. أيوة. واضح. أيوة. يلزمني ديما نخلي مسافة بيني وبين الآخرين. ولذا احنا كي نجسدوها كيفاش يكون أنا العلاقة والآخرين. واضح. أنا والظرف والآخرين. أنا ونفسي والآخرين. أنا ومشاكلي والآخرين. ديما ثم مسافة بيني وبين الآخرين. المسافة ذيك شنية دورها شنوة؟ كونها تحميني. تحميني من أي مشاكل، تحميني من أي صدمات، تحميني من أي خيبات أمل. دورها الثاني هي كون تخليلي شوية وقت لردود الفعل، كوني نجم رد فعل. ما نعملش رد فعل وأنا أشو، ناخذ وقتي نخمم شوية باش نجم نرد الفعل. دور واحد آخر هي كونها تنجم توريني العباد على حقيقتهم. كي ناخذ دو لا ديستانس نكون موضوعي أكثر من كوني نكون نولي ندخل روحي معناها بمشاعري. عاطفي أمور بموضوعية أكثر. هذاك دورها مسافة الأمان في أي علاقة من العلاقات. في علاقاتك الشخصية، في العلاقات المهنية، في علاقتك مع الحبيب، مع الصديق، مع العائلة. نجم يقول كاتش اليوم القرب الشديد نجم يكون مؤلم وإلا مؤذي، خطره يلغي شوية الحدود، يخلي العيوب أوضح. بطبيعة الحال من صهر وياسر نوليو من صهر. مثلا باش نعطيك ان اكزامبل ساهل ياسر. انا كي ندخل في علاقه مع علاقه معناها علاقه اون ريلاسيون سنتيمونتال معناها علاقه كيف بالعربي علاقه في اي علاقه سوى صداقه او علاقه حب ولا غير ولا علاقه حب. علاقه حب فيها مشاعر، خاطر احنا عباد مكونين من الطاقه من المشاعر من كم هائل من الاشياء. كي ندخل انا في علاقه نتاع حب مع انسان وندخل بجوارحي الكل في العلاقه هذيك ونعطي ما عندي من الطاقه ومن المشاعر ومن الحب ومن الاعصاب ومن الوقت ونكون ديسبونيبل ونولي نعيش ونبات ونصبح بها العلاقه هذيك نولي فيلنيرابل نولي ضعيفه نولي تعريت نولي اكسيسيبل واي انسان ينجم يوجعني. علاش؟ على خاطرني عطيت لو ماكسيموم ما خليتش لروحي. فهمتني ولا؟ ولذا يولي الانسان اللي مقابلني اولا نربي فيه احساس الانانيه، خاطر انا نعطي وهو ياخذ. ولذا يتربي يولي عادي بالنسبه لي هكا العطاء هذاك الكل عادي حق مكتسب. ثانيا يولي ما عادش يراني انا انصهرت فيه الانسان، نولي ندخل انا في تفاصيل حياته وهو ما عادش يراني جملة، على خاطرني وليت مطابقة للأصل نسخته هو، ما عادش عندي حتى شخصية. ممكن هو يولي يتقلق شوية الشخص اللي مقابل كي أنت تعمل رياكسيون ما تعجبوش. هذا البوان اللي حبيت نوصل لك. اللي ما عادش عنده مساحة الإنسان. واضح. فهمت؟ نولي ندخل له في المساحة جو في أمبيتي سيغ سون إسباس لوي. فهمتني ولا؟ دونك شوف باش نعطيك تجسيد صغير ياسر اللي نقول لك فيه. فما الالوان الاساسيه وفما الالوان الثانويه، فما الاصفر وفما الازرق. وكي نخلطوهم ببعضهم شنو ناخذ نلقاو؟ الاصفر والازرق. اي الاخضر. الاخضر. دونك يلزم ديما يقعد فما ان كوتي جون، فما جانب ازرق، وفي الوسط فما الاخضر. هذيك مسافه الامان. ايوه. انا يلزمني نحافظ على كينونتي انا كلون اصفر، هو يحافظ على كينونته هو كلون ازرق، والاخضر هذاك هما النقاط اللي نتشاركوهم والظرف اللي نتشاركوا فيه والحاله اللي نتشاركوا فيها ولا العلاقه ولا فهمتني؟ اللون الاخضر هو اللي باش يعطيني النتيجه نتاع الاصفر والازرق.
هذيك مسافه الامان. كان نتصور كان الليماج وصلت وصلت برشا الحقيقة وصلت برشا. من المهم اليوم أنه كل شخص يعرف مدى تقربه من الآخرين، لازم يكون طبعا عنده مساحته الخاصة، مساحة الأمان اللي جدد فيها الروح متاعه، اللي يخلي قلب متاعه ديما في حصانة. بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو الفرنساوي يقول لك سيمون جاردان سكري. كلنا يلزمنا نحافظوا على استقلالية معينة، حتى كنا متزوجين عايشين في علاقة، احنا اولياء مثلا، انت عندك صديقة، يلزمك ديما تحافظ على مساحتك، تحافظ على مسافتك مع الاخرين. هذيك سيتان انستان دو سورفي و دو بروتيكسيون، هذيك غريزة دفاع على النفس، باش كوني ما نعطيكش اسلحتي الكل اللي تنجم تحاربني بهم، ما نجمش نعطيك نسختي الاصلية، يلزمني نعطيك نسخة مطابقة للأصل نوعا ما، ولكن نسختي يعني كوتش اليوم ساعات احنا نشوفه شخصيا نقولوا غامضة شوية، ما يصيرش احنا نخليه في شخصيتنا شوية غموض، مطلوب الغموض مطلوب جدا. تعرف علاش؟ على خطر الغموض يخليك تلوج العبد. مطلوب، فهمتني ولا لا؟ الغموض يخليك الإنسان مرغوب فيه، مانيش كتاب محلول يقرأ فيه العباد. فهمتني ولا؟ ديما حافظ على جانب من الغموض في علاقاتك، في أي علاقة من العلاقات حافظ على جانب الغموض، وهذيك هي مسافة الأمان. مسافة الأمان، هذيك هي مسافة الأمام. عباد يسميوها غموض، عباد يسميوها استقلالية، عباد يسميوها هي خلينا نقولوا هي قدرة، هي قدرة يكتسبها الشخص باش يرسم خطوط تكون واضحة، سواء العلاقة الحب وإلى الأقارب الصداقة وإلا كافة العلاقات. هي سامحني، كان مانيش باش نعاكس، مانيش باش جو نفي با فو كونتروديغ، ولكن هي اكثر ستيت اوف مايند، معناها سي ان ايتا ديسبري كو قدره. الناس الكل ينجموا يكونوا، احنا كي نحبوا ما نبداوش نعسوا على رواحنا وننزلوا على فلسه نقول توا باش نبعد، توا باش نقرب، توا باش نعطي 50%، توا باش نعطي 100%، لا، احنا نترميو الكلنا في العلاقه، نرميو رواحنا على خاطرنا مشاعر، احنا مكونين من المشاعر ومن الطاقه. ولكن انا كي نولي نصلح روحي، هذا يولي خدمتك انت على روحك، وذاك راجع زاد البرشا تجارب عملتهم في حياتك، خاطر بالعمر تولي تعمل مسافة أمان. كي نبداو صغار نبداو ناقصين خبرة، نبدا عمري 20 سنة ما نولي صاحبتي وحبي ونموت عليها وذيك عشيرتي، ولكن كي نكبر في العمر شوية نولي نقول هي معرفة. فهمتني؟ بالعمر هذاك تكتسب وتولي عندك خبرة في العباد وتولي عندك نظرة في الدنيا وتولي تقول بون توا باش جو فان انفستيغ، توا لا باش نجبد روحي، فهمتني ولا؟ ولكن كونتونا ان ايتا ديسبري هو كوني نقول يا خويا الانسان هذاك محلاه وما بنوا، والا مثلا انك العلاقه محلاها، والا الخدمه محلاها، والا علاقتي باكس ما بنها، ولكني انا باش ما يصيرليش خيبه امل وباش ما مش نظره تشاؤميه، راهو هي طريقه دفاع على نفسي. ايوه الفرنساوي شو يقول لك؟ ان اوم بريفويون، معناها انسان كي يبدا بريفويون سي ان بون فيفون، انسان كي يبدا محضر روحه لاي ايفونتواليتي في الدنيا هذه ما يجيش حتى شيء عجب، فهمتني ولا؟ بالطبيعة هذا اللي لازم. ولذا كي نحضر روحي انا ونقول انا يا خويا باش نحافظ على استقلاليتي وعلى مساحتي وباش هو راهو العربي حتى في امثلتنا احنا الدارجة يقول لك ما تغوص كما تقيس ولا ما تغيس كما تقيس، فهمتني ولا؟ يقولوها بالطبيعة يقولوها. نقولوا زادا فما مثال واحد اخر هرب عليا توا، ولكن دون لو سونس اللي ما ترميش روحك طول، معناها بشويه بشويه، هذيك هي مساله الايمان. الامان مش نقرا القايد في العباد، ولكني نحافظ على روحي، نحافظ على روحي. يا اخي انت كي تبدا تسوق في كهرباء وحاطط 10 متر وما بيناتك انت والكهرباء الاخرى على خاطرك خايف من الكهرباء، كيما اللي حاط عليه المديني توا بالضبط الصوره، انت تحافظ على روحك قاعد انت بعيد باش تحافظ على روحك من اي اكسيدون، من اي حاجه تنجم تصير، هذيك هي مسافه الامان. هذا هو، شكرا ليك، يعطيك الصحة، بسطتها لنا قدر الإمكان، شكرا لك لماكسيموم. يعطيك ألف ألف صحة، شكرا ليك كوتش بسمة اليحيوي، كان هذا موضوعنا في عيش حرة. عيش حرة.